يقولون ليلى بالعراق مريضة، فيا ليتني كنت الطبيبة المداوية. تمر الليالي والشهور ولا أرى غرامي لها يزداد إلا تماديا. من منا لا يعرف صاحب هذه الأبيات المنسوبة لمجنون ليلى قيس بن العامرية، قصته وقصة غيره من العشاق المجانين، مثلا كامرؤ القيس وحبيبته بعد أن ذبح ناقة لأجل حبيبته وخلد القصة بقصائده. سأخبركم اليوم عن مجنون مختلف، فقصة حبه مرعبة تجاوزت كل القصص الخيالية، ويجب أن نحذر فقريبا سينتهي العالم. هناك من يحذرنا ويحذرها، وأنا أيضا أحذركم، وقد أعذر من أنذر. لنشاهد هذا الفيديو. يعني تعملي لي من على الانستغرام حظر، ما حكينا شيء. من على الواتس حظر، ما حكينا شيء. بس تيجي تحضريني من على التيك توك، هاي لا الله قالها ولا عبد قالها. تمام، اسمعوا ليك، معاك مهلي، اقسم بالذي خلقني. تمام، وانا بفاضل. تمام، انا بفاضل واقسم بالذي خلقني. معاك مهلي 73 ساعة، 73 ساعة وربع ساعة بدي فجر الكوكب. تمام، 73 ساعة لا ترجعي لي. اسمعوا ليك، 73 ساعة وربع ساعة وسيفجر أبو فاضل الكوكب بنا جميعا. الآنسة لم تقم بالرد، وهذا ما أثر حفيظته أو حفيظة أبو فاضل. هل يسكت؟ طبعا لا، مستحيل، ولا وألف لا. فكر وفكر ثم قرر بأن يطلب منها إعادة هداياه الثمينة والقيمة. اسمعوا ليك، ما بدك تردي لا تردي. تمام، ما بدك تردي لا تردي. تمام، بلكي لا تشبعي وحضوري لا تشبعي. تمام، بس انا الدباديب الحمر اللي جبت لك اياهم بدك ترجعيهن. تمام، الدباديب الحمر اللي جبت لك اياهم بدك ترجعيهن، وقنان العطر اللي جبت لك اياهم بدك ترجعيهن. تمام، قنان العطر اللي جبت لك اياهم بدك ترجعيهن. يا حبيبة أبو فاضل، بالله إلا الكوكب، الكوكب لا يستحق أن يدمر. فأبو فاضل جدي بكلامه، وقد أعطاك مهلة 48 ساعة وربع ساعة. أيضا أبو فاضل بكرمه ومحبته منح محبوبته فرصة جديدة، وفرصة لنا شفقة بكبار السن والنساء والأطفال. أوليك أنا هديك المرة ما فعلت أعمل شيء رفقة بالنساء وبالشيوخ وبالأطفال. تمام، تمام، مشان الشيوخ والأطفال والنساء ما فعلت أعمل شيء. تمام، ما فعلت أعمل شيء، بس هاي المرة. تمام، معاك 48 ساعة وربع ساعة الكوكب بدي احرقه باللي فيه. تمام، بدي احرق الكوكب باللي فيه. لا تيجي تكتبي لي في نساء، في شيوخ، في عجز، في اطفال، في كبار، في صغار، ما راح يهمني. مرعب ابو فاضل، الله على حنيتك يا شيخ. موجة من التعليقات الساخرة على فيديوهات ابو فاضل، منها ما قاله اسامة الشاعر، يعني قديش معنا وقت هلا حتى نلحق حالنا، بشبهها تبع ضيعة الضايعة اللي بيقول كيفك فيا. ود حسين قال إذا خلصت المهلة الثانية انطيني مهلة ثالثة لخاطر الجهال، شنو ذنبهم؟ واني هم أريد أشوف حياتي، لا تفجر الكوكب، شنو ذنبنا إحنا نموت. نورة الشامي قالت كل الشكر وتقدير للكرة الأرضية التي ما زالت تدور بنا رغم كل هذه العاهات والتفاهات. أبو شفيع قال من شدة ما تأثرت بهالفيديو المرعب، طلعت برا لقيت خط نمل ماشي، شلت آخر واحدة وخليتها أول واحدة، مسكينة انبسطت كتير، الله يقدرني على فعل الخير قبل يحترق الكوكب. منار حسون قالت الله يطول بعمرك، كل شيء اللي تتهور وتحرقه، خلي طيبة قلبك شغالة، خطي كرمال الأطفال والنساء والشيوخ العجز، وانتي يقطعوا عمرك او يقطعوا عمرك، مش قادر اجيبها بالسوري. شيل الحاضر ما شايفناه، ما شايفته طيبة قلبه. اما مشاهدينا ربما ابو فاضل ينشرها بغية الشهرة، فكثير ممن يصنعون محتويات مجنونة غرضها هذا، لكن ابو فاضل يمثل حالة لكثير لا يتقبلون فكرة الرفض. لذلك على الانسان
أن يتجنب العلاقات السامة التي قد تؤثر على صحته النفسية. تؤكد هذا الرأي أستاذة علم النفس أستاذة منريفا مزاوي، وقالت يجب على الشخص قياس مدى راحته في العلاقة، إذ لم يتمكن أي منا إدراك هذه العلامات وقياس مدى رضاه وراحته، هذا من شأنه أن يخلق لنا الكثير من الأزمات النفسية لما تمثله العلاقات السامة من تهديد للصحة النفسية. إذا مشاهدينا أيها الأعزاء، لم ينفجر كوكب الأرض وشيوخ النساء والأطفال بخير الحمد لله، والحياة مستمرة يا أبو فضل.